شكله ايه منور كده شريح وبرح. يا سلام في سلام تكييف مدينه يا واد انت حلال. يا سلام على الطراوه. ايوه هو ده. ايه يا ابني ده؟ هو ده ايه يا ابني ده؟ ايه يا عم ده؟ انت يا عم قول يا عم ايه يا عم انت بالراجل ايه يا عم؟ قومي قومي ايه يا عم احنا قاعدين في بيت الحكومه. احنا قاعدين في الشارع بتاع ربنا. ايه يا عم بس قومي يا عم يلا فهمني يا عم فهمني. تعالى بس تعالى بس قول اه جنبنا يا عم ده هنا الدنيا تروى قوي يا عم محل قطع عيش قول افهمك يا عم محل قطع عيش يا عم عندي ضيق نفس يا عم تموت يا عم ادخل في داهيه يا عم قول يا عم اديني يا عم انت بتحاسبنا على شوية الهوا اللي قاعدين في الشارع. يلا يا ماما انت بتدور واصف لنا نقط في الحتة دي. طب سيبنا نريح شوية يا ست يا عم يلا يا عم يا عم قول يا خرابي كرشة الناس داخل الراجل يا عم قول ريح بس يا عم يلا روح في بيتك قول هقول يا عم خلاص بقى يا عم احنا كده يلا يا ست يلا يا عم يا عم خلص افهمك يا عم خلص اتصرف معاها انت وانا عايش شوية يا عم قول انت تراوح واخد بالك قول يا ست خلاص يلا يا عم خلاص انت بتزقنا كده ليه؟ يلا يا ست احنا قاعدين في الشارع بتاع الحكومه. تعالى يا ست انت تراوح على الجميع. تعالى يلا يا عم يلا يا عم يلا يا عم يلا يا عم قول في داهيه. ايه يا عم الحبيب ليه يا عم الحبيب احنا ناقصينك انت كمان احنا ناقصينك. لو جوعنا ايوه هنلاقي فراخ يا ابويا. يا يا سلام الله الله فين فين طويل انت تحب بعدين هنا ولا ايه؟ ايه يا عم ما تسيبنا مريقين شويه يا عم الدكتور وصف لنا ان احنا نقعد في حته طويله. محلك محل ابوك ده عشان تقعد قدامه يا عم الشارع بتاعنا بتاع ربنا. اضرب عليا الشارع والشارع بتاعك. بص عليا يا ست يلا هنا فاهم حضرتك طيب فاهم حضرتك ايه؟ اصل انا بيجي لي له الفسوكه فاهم حضرتك ما قلتلكش هنا يابا كرش اتنفس يلا يا عم الحاج ايه؟ وديك انت بتغلط ولا ايه؟ اسمعني 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 بعد اسمعك انا بيجي لي كرش اتنفس يابا اديلك كرش اتنفس ابعد عني عشان انا صايب انا ساكن في الشارع يا عم يلا يا ست يا عم يلا يا ست عندك مطلعه يلا يا ست تراوح يلا يا ست براوه براوه يلا يا ست يلا يا عم سامحني هقول لك ايه يا رب الدكتور مهوصف يلا الدكتور مش هنا الدكتور مش هنا الا كان الجميل مش هنا ايه اللي صايب دي؟ ايه يا عم اللي صايب يلا يلا يا ست والله